كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ايه؟ اغلقنا ملف افريقيا ونركز في الدوري. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بنادي الاهلي اكد على اهميه مباراه البنك الاهلي المقرر ليها يوم الاربعاء المقبل في مسابقه الدوري الممتاز، مشيرا ان الفريق اغلق ملف البطوله الافريقيه والتاهل للمباراه النهائيه بالفوز على وفاق سطيف في مجموع المباراتين ذهابا وايابا بنتيجه 6-2، وشدد على ان مباراه البنك الاهلي من المحطات المهمه للفريق في الدوري العام المصري. زي ما قلت لحضراتكم، استدعاء معلول وديانج وميكيسوني لمنتخبات بلادهم، ما اعرفش ايه اللي هيحصل في هذا الامر، ولكن الاخبار اللي كانت جايه لي من كام يوم، يوم الاربعاء او الثلاث اللي فات، ان من الممكن جدا ان يتم تاجيل المباراه او تقديم المباراه يوم تبقى يوم 29 بدل يوم 30، لان حاجه غريبه جدا. هل ممكن النادي الاهلي يلعب من غير علي معلول وديانج وميكيسوني؟ بس ده غير بقى لعيبه منتخب مصر، لعيبه منتخب مصر معرفش ممكن ايه اللي هيحصل، لسه بيرسي تاو كمان، فمعرفش الحقيقه يعني ايه اللي ممكن يحصل. فحص طبي لثلاثي النادي الاهلي غدا، اليو ديانج وياسر ابراهيم ورامي ربيعه، الثلاثه الحقيقه هيتم فحصهم بكره عشان نشوف هيعملوا ايه في المباراه القادمه.